كتير جدا، انت عارف اللي هي مباراه وديه، لكن هل الكابتن حسام راضي عن مباراه النهارده؟ بالفعل يا كابتن شادي، يمكن النهارده زي ما حضرتك اتكلمت اول مباراه وديه بالنسبه للنادي الاهلي في اطار استعداداته للموسم الجديد. النادي الاهلي طبعا عنده مباراه مهمه، مباراه طلع الجيش افتتاحيه طبعا بطوله الدوري العام، لكن اكيد الهدف واللعيبه وكل الجمهور النادي الاهلي مركز مع مباراه الترجي، مباراه النصر النهارده يمكن هي في مباراه مهمة أكيد طبعا في ظل الاستعدادات. لكن طبعا زي ما حضرتك قلت يا كابتن شادي، المباراة الودية مش زي الرسمية خالص بطبع خاص، فأكيد هتكون مباراة طلائع الجيش أول مباراة هتكون هي الاستعداد الأمثل والأقوى للنادي الأهلي إن شاء الله قبل انطلاقة مباراة الترجي التونسي المهمة جدا اللي إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي فيها. لو برجع معاك النهارده الأهلي والنصر، يمكن فريق النصر النهارده أدى أداء يعني جيد في ظل الظروف المتاحة بالنسبة له. النادي الأهلي النهارده كابتن حسام أشرك كافة اللاعبين المتواجدين باستثناء جونيور أجاي اللي تدرب منفردا النهارده مع الكابتن محمد ابو العيلة، وايضا امس بالتدريب تدرب منفردا. الكابتن حسام بيحاول ان هو يجهز جونيور اجاي للدفع بيه ان شاء الله في مباراه طلائع الجيش كاولى المباريات، ويكون كمان ظهر بشكل جيد انتظارا لمباراه الترجي. الجميع النهارده كابتن حسام راضي بشكل كبير جدا على كل اللعيبه النهارده اللي ادت المباراه كونها اول مباراه وديه. زي ما بكلمك اللعيبه النهارده كانت بتقاتل، كان في احتكاكات كبيره جدا. وعايز اطمنك كمان سريعا على محمد الشناوي اللي خرج مصاب، خرج من المباراه، لكن اطمنت عليه وعنده كدمه في الظهر. يمكن هو عمل تيك اوف بيمسك الكوره محاول ان هو يفادي نفسه لكن وقع على ظهره، لكن اطمنا عليه من طبيب النادي الاهلي خالد محمود، وطمنت انا كمان منه شخصيا محمد الشناوي، قال لي يا كدمه يعني يمكن قويه شويه، لكن غدا هيتعمل له اختبار طبي في السيتش ان شاء الله. النادي الاهلي بيستأنف تدريباته غدا على ملعب السيتش بالخامسه بعد انتهاء طبعا المعسكر الخاص بمشروع الهدف. معسكر كان جيد جدا، اتكلمنا بشكل كبير مع الكابتن احمد ايوب على مدى الاستفاده من المعسكر، قال طبعا كل المعسكرات او كل الامور تبقى مغلقه على اللعيبه، اللعيبه بيبقى فيها جرعات تدريبيه كبيره ومركزه بشكل كبير، بيبقى فيها الاستفاده بشكل كبير جدا. كابتن حسام زي ما بقول لك اشاد النهارده باحمد ياسر ريان على ادائه المميز، هو الولد بيحاول ان هو كل فرصه بيمسك فيها بيحاول ان هو يثبت نفسه، النهارده احرز هدفين مميزين جدا. الامور كانت رائعه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، استفاده مهمه جدا النهارده كاول المباراه، وبننتظر ان شاء الله لو مباراه المنصوره تم بالفعل يعني الاتفاق عليها بشكل رسمي ان شاء الله. بتمنى النادي الاهلي تكون مباراته الثانيه هي مباراه جيده، انطلاقا تكون مباراه الجيش هي المباراه الاهم والامثل ان شاء الله. كابتن كريم، عايز اعرف منك برضو، احنا عارفين ان النادي الاهلي اجازه بكره اعتقد صح؟ لا، بكره تدريب الساعه 5 عصرا على ملعب التتش، يوم الجمعه ان شاء الله اول يوم العيد هيكون اجازه بالنسبه للنادي الاهلي، وهيتحدد بكره كمان يوم السبت هيكون في تدريب صباحي او مسائي بالنسبه لكابتن حسام البدري، لكن باكد لك ان غدا هيكون في تدريب على ملعب التتش في الخامسه، واول يوم اجازه بالنسبه لفريق النادي الاهلي بالنسبه للعيد. هيبقى معسكر ولا لا تدريب عادي؟ حتى الان كابتن شادي هيبان في تمرين بكره، كابتن حسام النهارده وكابتن احمد ايوب وكابتن سيد كان كل مجتمع النهارده يعني الخطوط طبعا هم يحطوا طبعا كل النقاط على الحروف بالنسبه للفتره اللي جايه، وخاصه المعسكر اللي هيسبق مباراه الجيش، لكن هيبان ان شاء الله غدا بالنسبه للتمرين اللي هيكون الساعه 5 مساء. كريم، حابب تضيف اي حاجه ثانيه؟ لا، يمكن دي كانت اهم اجواء وكواليس النهارده بالنسبه لمباراه الاهلي والنصر او كواليس النادي الاهلي، واكبر معلومات بالنسبه للنهارده. زميلي كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. فده زي ما كريم قال لنا الاستعدادات والفتره دي اللي انت بتجهز لعبتك، الحمل التدريبي عالي، بتلعب مباراه وديه متدرجه زي ما قلت لحضراتكم من شويه. كمان محمد الشناوي بقول له الف الف سلام عليك، النهارده امامنا اللعبه كانت صعبه جدا، ولكن محمد الشناوي